هلو هلو، يوم جديد يوم سعيد، يا رب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية. النهاردة عندنا حلقة مأكولات بحرية، حلقة السيفود بتبقى من الحلقات الحلوة والسريعة لأنه كل الأسماك تسويتها سريعة وسهلة وعايزة تسوية صح. النهاردة بس هنعمل حاجات مبتكرة شوية، يعني مش هنعمل التقليدي، بمعنى أكلتنا السمك التقليدية معروفة، بنعمل السمك المقلي، الطواجن، نعمل الرز الصيادية. النهاردة عندنا رز صيادية هنستخدمه بطريقة لذيذة، فبنعمل الطحينة والحاجات دي. لأ النهاردة عندنا كابوريا وكاليماري وسمك وبلح البحر. هنعمل إيه؟ وعندنا حبيتين جمبري. هنعمل إيه؟ هنعمل النهاردة كابوريا بطريقة المطاعم اللي بتشوفوها بتشدكم، اللي هي بتبقى قشرة الكابوريا الرئيسية دي هي الطبق، يعني هنسلق الكابوريا ونخليها، وعندنا القشرة بنغسلها وننظفها، وهنعمل خلطة من الكابوريا وشوية جمبري وشوية سمك فيليه مع شوية كرفس وجزر وكده، خلطة لذيذة، وعلى وشها طبقة من البشاميل والجبنة، وتدخل الفرن وتطلع كده تتحمر وتتاكل بالمعلقة. ده بالنسبة للكابوريا. بالنسبة للسمك الفيليه، هنعمل السمك الفيليه زي الكفتة دي، لذيذة جدا للولاد. هنضرب السمك لأنهم بيحبوش عادة ما لهمش في السيفود بشكله الصريح والتقليدي، فشكلها زي الناجتس، وهتتحشي موتزاريلا، هتبقى الجبنة سايحة، وهنقدم لها جنبها صوص كده مايونيز بالبابريكا وسنة سويت شيلي، حاجة ترندي كده هتعجبهم وتشدهم، لأنه السمك فعلا من البروتينات المفيدة جدا 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 ومصدر رائع للأوميجا 3، والأوميجا 3 هي حاجة مهمة جدا لبشرتنا وشعرنا التركيز الذهني وبناء الدماغ والجلد، يعني فيها فوائد كتير، فبحاول دايما ادور على طرق تخلي الولاد ياكلوا السمك بشكل اكبر. هنروح لبلح البحر. احلى حاجه ببلح البحر بيتعمل على الطريقه البلجيكي، مجرد تشويحه بصل كده بشويه زبده ويعني وسوتت كده للبصل، وبتتقلب مع شويه كمان توم شرايح، شويه كريمه، عصره ليمون، وجنبها حتتين كده عيش لذيذ وتتغمس، وساعات بيقدموا جنبها في بلجيكا شويه بطاطس مقليه. النهارده هنحط جنبها بس عيش، وده طبق لذيذ جدا وسهل، بياخد يمكن 3 دقائق لان اغلب بلح البحر بيجي مجمد، والتجميد ده بيسويه يا دوبك هو بس يسخن مع الصوص. بالنسبه للكلاماري، النهارده هنعمل كلاماري محشي، وصفه سهله، اي رز صياديه عندنا انا مجهزاه، وعملنا قبل كده كتير رز صياديه البني، هنحشيه جوه الكلاماري، نسويه بسرعه كده تشويحة على النار وندخله الفرن، بجد رائع. وهنعمل كمان، احنا قلنا كده الكابوريا وقلنا الكلاماري وقلنا السمك وقلنا بلح البحر، كده المنيو بقت جاهزة نكتبها. عندنا النهاردة منيو سيفود مبتكر شوية، يعني مبتكر مختلف عن اللي بنعمله التقليدي الشرقي بتاعنا. هنعمل خلينا نسميها الكابوريا المحشية سي فود مشكل بالبشاميل، الصوص الأبيض كده تقيل وعليها الجبنة، وهنعمل بلح البحر بالكريمة والليمون، وهنعمل كرات السمك بالجبنة، وقلنا كمان هنعمل الكاليماري. الكاليماري هو الصغير، الصبيت اللي بيبقى الكبير، صغير تسويته أسهل بكتير وطعمه بيبقى مسكر أكتر. كاليماري محشي رز صيادية، منيو لذيذ، ولمحبي الأكلات البحرية اللي بيحبوا يجددوا في المطبخ كمان هتعجبهم الوصفات، تقدروا تعملوا منها منيو كامل أو تدخلوها بالمنيو بتاعكم، كل مرة تدخلوا حاجة مع التقليدي تعملوا حاجة مبتكرة. حلقتنا بتفضل على اليوتيوب، لينك اليوتيوب بيبقى على صفحتنا على الفيسبوك مع كل المقادير وكل الصور، تقدروا دايما تشوفوا الوصفات وتشوفوا الحلقة على اليوتيوب وتجربوها، وأحب جدا دايما تبعتوا لنا تطبيقاتكم ورأيكم. بعد الفاصل وحلقة سي فود مبتكرة. هلو هلو، في حلقة جديدة من ميز شو. النهاردة عندنا وليمة سيفود، سيفود بشكله التقليدي وسفرتنا الشرقية طبعا لا يعلى عليه، وشهي والطحينة والعيش والطماطم المخللة والبتنجان والسمك المقلي والمشوي والردة، احنا عملنا كل حاجة يعني لعبنا كل الألعاب. النهاردة حبيت
نبص على المكونات اللي عندنا بشكل جديد، وصفة جديدة، مش شرط وصفة، هي خلينا نقول أكتر بتقديمة جديدة، لأنه عندنا النهاردة الكابوريا مثلاً إحنا سلقناها عادي بمية فيها بصلة ولورة وفصين حبهان وممكن تحطوا توم، وبعدين فصصناها وشلنا القشرة بتاعتها، غسلناها كويس زي ما انتم شايفين، واللون ده دليل إنها اتسلقت، وفصصنا الكابوريا، وعندنا مثلا شوية سمك مفروم فيليه وشوية جمبري. بصوا قد إيه صغنطتين خالص، حبيتين جمبري، ممكن تعملوها من غير الجمبري. فعندنا جمبريتين كده مقطعينهم صغير، وعندنا شوية سمك والكابوريا اللي اتخلت، وهنعمل فيها، هنستخدم ده كطبق كده، وهيبقى عليه الجبنة السايحة والبشاميل، وتقدمته لذيذة جدا. هنروح على الكاليماري. الكاليماري أنا عندي بالفرن اوريدي، تعالوا نبص عليه مع بعض. هنعمله طبعا، بس أنا بحضر لكم شوية. ده بقى وهمي، شايفين؟ شايفين الصوص واللون؟ كاليماري محشي برز الصيادية. فلو عندنا رز صيادية، عملنا مثلا أكلة صيادية، ممكن نستخدمها تاني يوم ونحشي الكاليماري. وممكن نعمله للرز الصيادية سهل، وأنا بعمله بطريقة، قفلت باب الفرن على صباعي، بعمله بطريقة لذيذة جدا. أنا بستخدم، تعالوا هنا، البصل المقلي بطحنه في الكبة، وببتدي فيه بحطه مع الزيت، وبحط بهارات السمك، خلطت ليها كمون والكزبره والحاجات اللي بتحطها مع السمك، وبعدين بنزل بالرز، بيطلع لونه رائع من مجرد البصل المقلي. هتضربوه بالكبه، لو ناشف شويه حطوا معاه شويه زيت، وعلى الحله قلبوه، قلبوا مع الرز والبهارات، وده بقى رز الصياديه. تعالوا نبتدي بالوصفه دي. عندنا هنا مجهزه لكم شويه محشيين، ومجهزه لكم، انا النهارده عاملاه بالرز البسمتي. الصياديه بالمطبخ الشامي او اللبناني، والفلسطيني بتعمل رز بسمتي، سواء مصري بسمتي اي نوع رز، هي نفس الوصفه. عندي هنا الكاليماري، اتفقنا انه الكاليماري هو زي الصبيط بس الاصغر، بيبقى زي الاقماع كده. وصفاتنا النهارده سهله، هناخد نبتدي نحشيه بالجلاف. طبعا احرصوا لما تشتروه وينظفوه لكم، انه في حته كده غضروف شفاف زي البلاستيك كده، لازم يتشال من جوه ويتقشر، يعني هو من بره بيتقشر، بتشال القشره من عليه، والغضروف ده بتحسوه من جوه ناشف كده، هو مش باين، شفاف، لازم يتشال. ساعات لما بينظفوه لي برضو في السوبر ماركت، برجع البيت بلاقيه لسه في يعني بتقع منهم واحده او اتنين، فبراجع عليهم كلهم متاكد انه ما فيش القطعه دي. الكاليماري والسيفود النهارده كله كالعاده من سي سولت. الحاجات دي الجوده فيها حاجه مهمه جدا، لان انتوا السمك عارفين ريحه زفاره مش حلوه، قديم، لا احنا عندنا كل السيفود بيجي من سي سولت، بشكرهم، احلى جوده. هتلاقوهم على عندهم موقع، بيبعتوا لكم لحد البيت ببوكس فوم، يعني في الابيض مع تلج، بتوصل فريش. هناخد الكاليماري ونحشيه، وطبعا هنا لما نحشي مش هنسيب فراغات كتيره، لانه احنا الرز مستوي، عاده لما بنحشي حاجه بالرز الني ما بنملهاش قوي، علشان بنسيب مكان لسوى الرز. هنا مش هنسيب مكان لسوى الرز، هنسيب شويه مكان بس مش لسوى الرز. لايه؟ لما نيجي دلوقتي نحمر الكلماري، الكلماري بيشد زي الممبار، لما بنحطه في الميه يتسلق بيقفل كده وبيشد وبيصغر حجمه شويه، فبنعمل بس حساب انه لما نيجي نحمره دلوقتي هيبقى في شده صغيره. عملته قبل كده وحطيت له خل عشان اقفله، اكتشفت انه احنا لما نحطه في الحراره خلاص هو البق بتاعه ده بيقفل لوحده، بيشد الانسجه دي بتشد لوحدها. فانا اهو بنزل الحشوه لتحت، وبعدين اذا قلنا الرز وصفته، لو عايزين ترجعوا له كل حلقاتنا موجوده على اليوتيوب من اول يوم ابتدينا، اكتبوا رز الصياديه هتلاقوا بدل الحلقه 10، اللي اختاروا نوع خلطه الرز اللي عملناها اللي عجباكم وطبقوها. اذا حشينا الكلماري المتنظف بالشكل ده بس اهو، شايفين مش مليان قوي ولا فاضي قوي كده، مبطط شويه. اوكي بقى جاهز عندنا، تعالوا نروح نضيف دول على دول، نشيل دول انا مجهزاهم. عندنا طاسه سخنه، نفس الطاسه اللي هندخل فيها الكلماري على الفرن، لذيذه لانها هي كاست ايرون وكلها بتتحمل تدخل الفرن، ما فيش فيها اي قطعه بتسيح. بنحط الزيت، وبصوا اول ما نحطهم على النار بصوا بيشد ازاي،
هوريها لكم. هات واحده هنا يا مخرجنا، بص بنحطها كده، بصوا بتشد على طول فبتقفل. شايفين اتقفلت ازاي؟ اهي لوحدها. فبنحطهم ياخدوا بس تحميره، لان لو دخلناهم الفرن هيبتدوا يتسلقوا، يعني هينزلوا ميه. التحميره دي بتديهم الشده دي وما بتنزلش اي زفاره، وعلى طول هيبتدوا يتحمروا. هاخد المنقاط ونبتدي نقلب. هنعملهم دلوقتي خلطه بهارات لذيذه. نقلبهم، شايفين اللون حلو ازاي؟ اهو. طيب هنروح نجيب البهارات ونشتغل على طول. عندنا من البهارات هنا عندنا سنة شطة بسيطة، دي ترجع لكم. بابريكا بتديها لون وطعم حلوين، ويا سلام لو مدخنة بتدينا طعم التدخين. لاحظوا بحط البهارات شطة على الزيت، ريحة قوية جدا. البهارات كده بتاخد طعم، ده كمون، طعم مع الزيت قبل ما نحط السوائل. حط شوية كزبرة، مش هحط كركم، هحط مية على طول. نعمل حاجة اسمها دي جليزنج. بصوا والصوص ده هو اللي هيخليها بالفرن تتشرب النكهات الحلوة دي. نقلب، شفتوا السهولة؟ شكلها يجنن. بتفكرني بالبصل المحشي، صح يا كنترول؟ والبتنجان الابيض المحشي. طيب انا هنا عشان نقدمهم مع بعض هيلحقوا يستووا في الحلقه، نبص على ده اللي بالفرن. بصوا الصوص تقل ازاي وتشربت، وبصوا لونها. بصوا بتاخد جليز تحفه، بصوا لونها بقى عامل ازاي، باينه معانا. واو لونها يجنن. ومش عايزين نعملها اوفر كوكت، فانا هحط دي دلوقتي بره، نرجع نسخنها قبل التقديم على طول. وهنقدمهم بطريقه لذيذه، فهاخد ده وادخله الفرن مكان الثاني. الفرن درجه حرارته عادي على 200 ومع مروحه، وهيستوي معانا من هنا لاخر الحلقه. وهقدمه رز الصياديه بالنص، وحواليه كله الكالماري، وعليه بصل مقلي فوق اللي من طعم الرز اللي حشيناه. فادي طبق مبتكر ولذيذ. تعالوا نبتدي بالطبق الثاني. الطبق الثاني شفتوا سهله ازاي؟ احنا ما خلصناش فقره. وطبعا انتوا لو هتعملوا رز حضروه، بس لازم يتحشي بارد، ما تحطوهوش سخن عشان ما يعجنش. فشفتوا قد ايه سهل؟ بسيط. تعالوا نبتدي دلوقتي بوصفه الكابوريا، عشان فيها كذا حاجه. فيها الخلطه اللي هنخلطها بالنص، اجيب الحله. الكابوريا هنعملها الخلطه، انا كنت طلعت طاسه نفس المكان. اذا نقول وصفه الكابوريا سريعة، مكوناتها ايه؟ سلقنا الكابوريا، قلنا بميه مغليه، معاها كرفس، جزر، بصل، فص ثوم، ورقه لورا، فصين حبهان عشان الزفاره. اتسلقت وتغير لونها، طلعناها بردت، فصصناها، خدنا لحم الكابوريا اللي جواها. دي للناس ما بتحبش الازازه، انا بحب ازازه الكابوريا الصراحه. بس النهارده قلنا نجرب حاجات جديده. عندنا شويه جمبري اثنين، انا حطيتها كانوا عندنا بالفريزر فقلت لذيذه الخلطه يعني، وشويه سمك فيليه مفروم. وعندنا هنا بصل وكرفس وجزر، الخلطه دي بتليق مع الكابوريا. خلاص احنا خلصنا الرز، فتعالوا نطلع فاصل، لان وقتنا وقت الفاصل جه، صح؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع. الطاسه بتسخن، وصفه سريعه جدا. هسخن اللبن برضو على النار عشان نعمل مع بعض صوص البشاميل التقيل شويه ده اللي هنحطه فوق الخلطه الشهيه دي. استنونا. اذا هنبتدي نعمل وصفه الكابوريا. اتفقنا انه عندنا سمك وجمبري هنبتدي فيهم الاول، بس الكابوريا هنضيفها في الاخر عشان هي مسلوقه. هاخد الخضار هبتدي فيها مع شويه زبده في الطاسه، وهحط الاتي، بيليق قوي مع السمك، الكرفس والجزر والبصل.
ممكن نحط لها كمان بودرة ثوم شوية. أدي الجزر مفروم ناعم خالص والكرفس، هنحطه كله، ناكل خضار كمان جنب السيفود، كله مهم، عناصر مهمة لينا جدا. نقلبهم، هزود سنة زبدة تقليبة سريعة، وبعدين نحط السمك، هاتوا معلقة السمك مفروم بالسكينة عادي، وهنحط، أنا نسيت أحط على الكالاماري اللي بالفرن رشة الملح، فهنحطها دلوقتي مع بعض. خلوني بس أحط برضو الجمبري، نديهم تقليبة. قررت إني أعمل صوص البشاميل التقيل ونخلطه مع خلطة السيفود دي، فخلونا نقلب بس هنا وما ننساش الملح، رشة الملح ورشة الفلفل. مش هحط بهارات كتير هنا، احنا عايزين نكهة الجبنة والصوص الأبيض، فمجرد بنقلبهم كده مع بعض. السمك بيستوي بسرعة والجمبري، فاحنا مش هنكتر، هنوطي الحرارة شوية لحد ما نعمل الصوص يبقوا جاهزين ينزل عليهم الصوص. هحط الكابوريا آخر حاجة. هنا هحط زبدة حرارتها عالية قوي، هجيب الدقيق، هنعمل رو لبشاميل تقيل شوية، فهنحط على الخليط ده معلقة اتنين شوية من الدقيق ونقلبهم. نيجي نحط لهم شوية توم بودرة للصوص، حطيناش توم مع السي فود. تقليبة، الرو تقيل المرة دي عندي مش خفيف، عادة الرو بيبقى سايل عن كده، بس أنا عايزة أعمل الصوص تقيل وهتقله كمان بالكريمة والحليب مش بس بالحليب. فهاجي هنا وأحط الحليب، أدوب الرو ونحط الكريمة والحليب، مش عايزين كتير عشان هنحطه جوه اطباق الكابوريا دي. هنحط فلفل اسود ونقلب. ممكن نحط شويه كريمه كمان. حطينا ملح؟ لا ما حطيناش ملح، مالي النهارده انا والملح. يتقلوا هنا خلاص، ممكن ننزل عليه هنا بالكابوريا. الكابوريا قلنا مسلوقة ومستوية، فهنحط الكابوريا، خلطة بقت جاهزة ننزل عليها بالبشاميل أول ما يمسك شوية. هنقلب البشاميل كويس، تعالوا نرش رشة الملح على الكالاماري بالفرن بالمرة، نبص عليه. الله استوى على فكرة، بصوا رشة ملح بسيطة. وممكن أعمل حاجة لذيذة، أنا ممكن أخلطهم الاثنين على بعض وأطفي الفرن وأسيبهم انتظروا. هنعمل دلوقتي حركة، هنحط دول هنا عشان نقدمهم مع بعض، ودول هنا، ونضيف دول على دول، وهعمل دي جليزنج للصوص اللي هنا ده اللي هو كده، شوية مية نلم الفليفرز دي، شايفينها كلها، بصوا، ونحطها بالشكل ده، نطبخ جوه الفرن اهو. وحط في الفرن عشان ما يبقوش اوفر كوكت. خلاص في الفرن خالص، بقت عندنا كمية روعة للتقديم. خليه بس يفضل دافي. هنا البشاميل متوقعت حالا هشيلها. بصوا هناخد البشاميل هنا ونضيفه على، شايفين تقيل ازاي، ونضيفه على السي فود، حطي النار عليهم كلهم خلاص. ونجهز دلوقتي الصينية اللي هندخل فيها طبق الكابوريا، نقلب، شايفين بقى تقيل عشان ما يسحش ويدينا قوام كريمي وحلو.
هيا بنا شيل دول على جنب، فضتنا اللي وقعت نجيب واحده غيرها، وناخد صينيه الفرن. احنا عايزين ايه بالفرن؟ عايزين فقط نسيح الجبنه، كل حاجه مستويه. فهناخد دلوقتي اطباق الكابوريا دي، ممكن ادوق بس اطمن على الطعم، بس شكله خطير. والملح مظبوط قوي، طعمها رائع. ناخد معلقه ونبتدي نمله، اهو دخله فيه بالاطراف كده يبقى مليان كله، نحطه في الصينيه. لذيذه الفكره صح يا كنترول؟ تقديمه حلوه بالشكل ده، نملاها كلها. وهتاخد جبنه طبعا دلوقتي موتزاريلا، ونحطها فقط تحت الشوايه، احنا عايزينها بس تتحمر. بص، قلنا دول للناس اللي بتحبش أزأزة الكابوريا. عارفين اسم الكابوريا في البلدان العربيه؟ هي ما بتقالش عنها كابوريا خالص في الخليج ولا في بلاد الشام. ها بالخليج اسمها جبجب، وفي بلاد الشام سلطعون، يعني بتقلع. معرفش بالمغرب العربي بيقولوا عليها ايه، بس الكابوريا كلمة مصرية جدا. يعني انا ما كنتش اقول عنها كابوريا خالص لحد ما جيت مصر زمان طبعا قوي، بس يعني برضو ما كنتش اعرف ان اسمها. او اقول لكم الصراحة، احنا عشان كل اللي عايشين كانوا برا مصر، مصدر كل حاجة الثقافة، التلفزيون، المسلسلات، الأفلام. يعني أنا قبل ما أجي مصر مثلا كنت عارفة أسماء كل الشوارع. يعني لما نزلت أول مرة المهندسين، هي دي المهندسين اللي بنشوفها في الأفلام القديمة، هي دي وسط البلد، هي دي المعادي، هو ده حاجات كتير بقى عندنا دايما. يعني مصر هي محط أنظار الوطن العربي، وكلنا بنفهم اللهجة، حتى لو ما بنتكلمش لهجة مصري كنا بنفهم اللهجة المصرية وبنحب نتكلم بيها. ف يعني مصر فعلا هي الثقافة اللي حتى ما زرهاش عارفها من أفلام الأسود الأبيض إلى حد النهاردة. طيب كفاية الكمية دي، بصوا شكل الصينية تحفة إزاي. هقوم، أنا حاساهم زحمة شوية بس تمام. هنحط دلوقتي عليهم الجبنة. جوعتوا صح؟ شكلها يجنن. حضروا الخليط ده وسخنوه قبل ما تدخلوه الفرن على طول وقت التقديم، لانه احنا بس هنحمر، فهيطلع لو ما تسخنش يطلع بارد. بس لو عايزين تحضروه من بدري حتى قبلها بيوم وتسيبوه هيبقى تمام. الى الفرن وتحت الشوايه فقط. هاتوا هناك نشوف الشوايه. عندنا الشوايه هتبقى مش دي ولا دي، دي هنعليها شويه للصينية الفرن، وناخد الصينية ونحطها فيها، ونطلع فاصل أروق مطبخي، ونرجع نعمل مع بعض كرات السمك اللي هتبقى طريقة لذيذة نأكل الولاد سمك. بصوا شكلها كده، هي لسه ما اتقلتش. بصوا الكور دي هنعملها مع بعض من شوية سمك فيليه وشوية جبنة موتزاريلا وشوية كورن فليكس. ايوه حاجات كلها بيحبوها الولاد، جبنة وموتزاريلا، وهنحببهم بالسمك. جبنة وكورن فليكس والسمك احنا اللي هنحببهم فيه. استنونا بعد الفاصل. غرفنا رز الصياديه اللي كنا محضرينه، انا بس بسخن شويه الكالماري، هنقدمه بطريقه لذيذه جدا. التجديد والله مطلوب في التقديم وفي النكهات وفي كل حاجه في الطبخ. احنا بنزهق ساعات من تكرار الاكل. اسالوا الستات كده، اي واحد قاعد جنب مراته كده يسالها دلوقتي حالا، ولاد قاعدين جنب ماما، والله يعني ساعات بجد بيحصل ملل، والملل ده بتحسوا انه طعم الاكل، انتوا هتحسوا بقى انه طعم الاكل اتغير بقى
تأثير النفس، لأنه الواحد لما تتحول عملية الطبخ دي لواجب روتيني خلاص بيبقى بيعمله كده بصراحة يعني مش من قلبه قوي. فجربوا الوصفة دي من قلبكم قوي هتعجبكم قوي قوي بقى. بصوا شكلها بجد ازاي، بالعزومات بقى هتشرفوا. هنا هناخد دلوقتي شوية من البصل المقلي نحطه كده هنا، محتاجين حاجة خضراء اللي بيليق مع السمك أو مع السي فود عموما، الشبت. فهوزع الشبت بطريقة كده لذيذة حوالين الطبق. احنا بنحطه كده ولا كده؟ بنحطه كده. انا عايز اشوف شكله على الكاميرا حلو طالع، بس احنا بنبتكر اهو. لا شكله حلو والشبت في مكانه طعما ولونا يعني الاثنين، لانه هو من اكتر الورقيات او الاعشاب اللي بتليق كطعم مع في حد بيحب الحرق قاعدين يقول الفلفل الاخضر. لا ده نحطه طبق على جنب، ده هو شويه فيه شطه سنه. شكله ايه رايكم؟ بجد رائع. اذا ادي الكلاماري اللي ما خدش مننا غير رز الصياديه وكلاماري، طريقه تقديم وطريقه بس تسويه. انضف طبق شويه ونروح نعمل الكور، كرات السمك. هقليهم دلوقتي ونقلي للولاد صح ونستخدم زيت صح. زيت الصح اللي انا بقالي كتير بشتغل فيه وبستخدمه لبيتي واولادي لكذا سبب، لانه من احسن انواع الزيوت المحليه بجد بجوده عالميه. خلينا ننقل ده هنا قدام الزيت اللي احنا بنتكلم عنه اهو، زيت لورو. زيت لورو مش بس زيت جودته عاليه جدا، زيت لورو كمان بالنسبه بنتكلم عن ولادنا مدعم بفيتامين الف وفيتامين د. هتلاقوا هنا على كل عبوه مكتوب مدعم بفيتامين الف ود. فاحنا بنتكلم اصلا ان احنا عايزين ولادنا يستفيدوا اكتر من كل حاجه بياكلوها، يستمتعوا بيها بس يستفيدوا، بيحبوا الاكل المقلي. فلما نقلي ما نقليش بزيت الذره من لورو، زيت الذره برضو لورو مشكورين، فهمونا ان هو من الزيوت درجه حرارتها او احتراقها سريعه، يعني على درجات حراره واطيه ممكن يبتدي يتحرق. فقالوا لنا تعالوا نقلي بزيت الكانولا وزيت عباد الشمس ونستخدم زيت الذره والزيتين التانيين لاي حاجه تانية، خبز، تشويح، اللي احنا عايزينه. فاحنا النهارده بنستخدم هنا زيت لورو، يا اما الكانولا يا اما عباد الشمس، وبطمن اني حطاه على حراره عاليه لاني عارفه انه هيستحمل زيت الكانولا وعباد الشمس درجات احتراق عاليه. احنا بنقلي نقلي، احنا ما شاء الله عائلات كبيره، بنقليش قطعتين، نقلي كتير ورا بعض. بس طبعا قالوا لنا برده جددوا، يعني الزيت قلية او اتنين، لو قلية كبيره هي واحده، مرتين وخلاص، لانه برده حتى لو احتراقه عالي احنا ممكن نوصله اعلى من درجه الاحتراق لو زودنا في استعماله. دلوقتي هنا انا هبتدي احمر دول ونحضرهم مع بعض. مكوناتها بسيطه جدا فعلا، سمك فيليه ومعاها شويه ملح ونشا، ومعانا جبنه موتزاريلا، والطبقه الخارجيه دي بقسماط. فانا بس هعمل تست على حراره الزيت. ممتازه الفرن صح، برافو كنترول، فكروني. الله اون تايم، واو. بصوا بقى، واو واو، خدتوها يجننوا. تعالوا حطهم هنا ونقدمهم كمان شويه. بصوا قد ايه شكلهم حلو، روعه. بصوا طبق من الكابوريا والخلطه تجنن. يلا ناخد الكور دي نقليها في الزيت. احنا قلنا هنا كل حاجه الولاد بتحبها، وعلى فكره يمكن اكتر حاجه بيحبوها بالاسماك الفيليه، فاخترنا لهم اقرب حاجه ممكن هم يتجرؤوا يجربوها. بصوا هو الكذب حرام، بس انا ساعات بكذب على ولادي. يعني هم بيحبوا التشيكن ناجتس، ممكن اقول لهم عشان بس يجربوا لقمة، دي تشيكن ناجتس، فبعد ما يدوقوا يقولوا لي حلوة هتاكلوا أو ياكلوا، أقول لهم إيه رأيكم إن دي سمك؟ بقول لهم الحقيقة، يعني هو الكذب الأبيض ده بس عشان مصلحتهم، برجع أقول لهم الحقيقة فبيرجعوا يقولوا إيه ده، طب أو مش عارف إني بحبه، أي لايك إت. فيعني معلش الكذبة البيضة دي ربنا هيسامحنا فيها لو إحنا عايزين مصلحتهم. بصوا شكله قد إيه مقرمش بالكورن فليكس، طالع رهيب. حرارة الزيت مش عالية قوي قوي عشان ما يتحمرش من بره ومن جوه يفضل ني، عايزين كمان الجبنه تسيح. تعالوا نعمل الخلطه مع بعض. بالكبه هنحط فيلي سمك، طبعا ما فيش فيه اي عظم ولا حاجه، قشر بياض
وهنحط له شويه ملح. بعدت بقى عن النكهات اللي ممكن برضو تخلي الولاد مش عايزين يجربوه يعني، بس مجرد ملح. وهنحط له شويه نشا. في اسهل من كده؟ مفيش. هنحط له دلوقتي شويه نشا، احنا حطينا ملح بس. هاخد الجلوفز بس عشان نبتدي نشكله. شايفين اكلاتنا؟ اكلاتنا قد ايه سريعه النهارده. عملنا الكلاماري واستوى في الحلقه، وعملنا الكابوريا كنا سلقينها بس مش عاملين حاجه تانية واستوت. عايزين طبق نطلع عليه بس الكور، كور السمك حالا هنحضرها مع بعض. وفضل لنا اسهل حاجه اللي هو بلح البحر. هنحط النشا ونضربه ضربه تاني، بس ممكن نضربه بايدينا برضو، انا شلت السكينه. سهله جدا. هاتوا اخد بله. هناخد السمك اللي اتفرم. السمك بقى مليان اوميجا 3، مفيد للبشره والشعر. اللحوم الحمراء على فكره يعني هي مش مضره، لانه كل حاجه ربنا خلقها وقال لنا انه احنا احل لكم صيد البر والبحر. بس التوازن، احنا من الشعوب المياله للمبالغه، لو حبينا حاجه بنحبها قوي وناكل منها بزياده. فكره بس انه ناكل باعتدال. من اكلنا معظمه، خلينا نعترف، لحوم حمراء بنحبها اكتر من لحوم البيضة. لو عملنا توازن ما بين، نحط على دول تقريبا معلقه ونص بس من النشا، توازن ما بين السمك والفراخ، الاسماك والفراخ واللحوم والخضار، نعمل يوم من غير خالص، يبقى حاجه حلوه. توازن مهم. احنا ممكن نحط نقطه ميه لو عايزين، لو حسيتوه ما تعجنش معاكم، بس انا شايفين بعجنه بايدي كده. الجبنه ابتدت تسيح، فاحنا الكورن فليكس مش هيغير لونه قوي، للون اغمق على فكره، فانا بس شويه هطلعهم اتأحس. دول قدامهم اقل من دقيقه ويطلعوا. هنا عندي طبق فيه ميه، بشكل الكوره بايدي. احنا حطينا الملح والنشا بس، بشكل الكوره بايدي، بفتحها. انا احط ميه على ايدي عشان تتشكل كويس. بفتحها وباخد شويه من جبنه الموتزاريلا، جبنه تشادر، اللي انتوا عايزينه، وبقفل عليها كويس علشان ما تطلعش بسهوله في الزيت. ونضغطها بايدينا كده. حلو. بعدين بنحطها بالميه، مش هنحط بيض ولا اي حاجه، هنحطها بالكورن فليكس بالشكل ده. بصوا بقت جاهزه، تتشمع في الثلاجه او الفريزر لو مستعجلين، علشان لما ننزلها بالزيت لسه احنا مع النشا وما ممسكش معاها كويس. فافضل انكم يا اما لو حابين تفرزوها كمان ممكن تحطوها بالفريزر. بصوا بصوا اتفتحت ازاي هنا، والجبنه بصوا الجبنه سايحه ازاي، دليل انه ايه كنترول، قولوا لي انه حراره الزيت وصلت لجوه خالص. فكده الكور استوت ونفشت كده زي ما انتم شايفين وقرمشت، وصوت القلي ملفت، سامعينه؟ انا مش عارفه اسمعكم يا كنترول. زيت زي ده انضفه دلوقتي وبعدين استخدمه كمان مره، ننضفه خالص عشان ما يتحرقش، ونصفيه بمصفى. في مصافي على فكره بتتباع زي شفشق كده، في مصفى للزيت بيتصفى، بنشيل الطبقه اللي فوق وبنرجع نستخدمه. وزي ما قلت لكم هو ريلايبل، يعتمد عليه، بس ما نقدرش نستخدمه كتير زي اي زيت، انا بتكلم في العموم. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نقدم. قدامنا قد ايه يا كنترول؟ سامعاكم دلوقتي ايه؟ فاصل. طب هبتدي ارص الكابوريا، ايه رايكم؟ واحنا بنطلع الفاصل، ونطلع الفاصل اروق المطبخ ونرجع نرص مع بعض كور البطاطس مع صوص لذيذ، ونعمل مع بعض بلح البحر. استنوا.
رايكم بالسفره الحلوه دي؟ حلوه بجد، مبتكره وطعمها حلو، وده على ضمانتي. الكور خطيره، هنعمل لها ديبينج صوص. هي مفيش فيها نكهه، هي ملح ونشا وجبنه عشان الولاد، قلنا الكدبه البيضه وكده، بس ممكن نحط لهم جنبها كاتشب، صوصات اللي بيحبوها. انا هعمل لهم صوص لذيذ كده، نقطه سراتشا. على فكره اولادنا مش كلام عن صغيرين قوي، كمان اولادنا الكبار ده بابريكا، بيتعرضوا كتير للاكل بره والنكهات بره، وتستغربوا انه بيحبوا حاجات حراقه، بس لما تتاكل بره، عشان بره طعمها احلى، بره عليها عسل، وفي البيت لا يا اولاد، صح؟ لا، ماما هتعمل لكم اكلات حلوه، وهتكدب عليكم كدبه بيضه كده لذيذه، وانتوا هتصدقوها وهتعجبكم الاكلات. الصوص ده كده هنحطه هنا، ابدا مش سبايسي، بس سبايست. انا فرمت بقدونس دلوقتي عشان نعمل بلح البحر. بلح البحر بيجي مجمد، فبيبقى اوريدي التجميد بيسويه. عادة احنا لما يبقى فريش بنشيل منه البيرد، بيبقى مقفول، بنشيل بيبقى زي الطحالب هنا كده موجودة، وبقى مقفول، ما ينفعش يبقى مفتوح. والتجميد تقريبا هو تسوية، لأن هو من اللحوم البسيطة يعني بتستوي بسرعة، فأنا فكيته من التجميد. هعمل إيه؟ هاخد شوية زبدة، هنعمله بطريقة سهلة. بقولوا لي في الكنترول دلوقتي الوقت قد إيه؟ تيجوا نقدم وندوق ونعمل حاجات كتير في الأربع دقايق. هنحط زبدة، وهنحط معاها قلنا هنعمله بالبصل، يبقى مش متحمر، عشان كده الحراره انا مش حطها عاليه. بصل والثوم شرايح، ولما بنقول يعني الشفات الاجانب عاده الوصفه دي اجنبيه بيقولوا let's sweat the onions. sweat يعني ما تتحمرش، بس تدبل كده، تبقى ترانسبيرنت على الخفيف. والنكهات عايزين كريمه وعصير ليمون وملح وفلفل فقط، وبالاخر بنحط لها بقدونس بيليق معاها جدا. مجرد ما هي بقت كده بنقوم حاطين عليها بلح البحر، وبنحط له خل. هما بيحطوا له بره واين، اوكي، عشان اصلا يعني انا نوي اطبخ في الواين، حتى لو بره اقنعوني مليون مره انه الكحول بيتبخر في الطبخ وبيفضل بس الطعم. طب ما الطعم اللي بيفضل هو طعم خل، فنستخدم الخل. فهحط شويه خل عشان نوقف سوا البصل، وبعدين هنقوم حاطين، اشيل لكم الملح والفلفل دول عشان نشوف كويس، وهنحط الكريمه هنا بقى، نعلي الحراره عشان معانا دقايق اقل، نحط الكريمه عليهم، وطبعا الملح والفلفل وشويه الليمون. بتبقى الصوص الكريمي دي خفيفة مش تقيلة، ما حطيناش أي thickening agent عامل دقيق أو نشا يتقلها، وبنخليها برضو خفيفة في الطعم، إنه ما تبقاش دسامة الزبدة والكريمة. هنحط معاهم الليمون، وآخر حاجة بنضيف عليهم، بصوا بقى في المرحلة دي هم على النار، البقدونس، عشان البقدونس فيه زيوت عطرية وليه نكهة عطرية حلوة جدا، مش جارنش بس، فبحطه معاه كده. ومنجهز طبق اهو قدامنا هنغرف فيه، وجنبه كراستيني. الكراستيني هو عباره عن عيش احنا عاملينه اصلا، عيش الحله، العيش الافرنجي، محمصينه بشويه زيت او زبده. عاده بلح البحر لما يبقى مقفول لازم نغطي الحله علشان يتفتح، بس هو اوريدي متفتح. هنحطه هنا عشان قلنا فروزن. طبق مطاعم ولا مش طبق مطاعم؟ نزل كل، وبقل من دقيقتين بقى جاهز. نحطه كده بطريقه يكون بلح البحر باين. حبايبي الكنترول بيحبوني وبيجاملوني، ولا بتقولوا من قلبكم احلى من المطاعم؟ احلى من المطاعم، لانه عارفين ليه؟ لانه في مكون انتوا عاملينه بجد بحب. يعني المطاعم انا عارفه انه في ناس بتطبخ بحب بغض النظر، بس بيبقى بالاخر واجب نوعا ما وشغل. في البيت عمره ما هيبقى واجب ولا شغل، طول ما احنا بنجدد وبنستمتع وبنلاقي تقدير لما نعمل اكله حلوه في البيت. زي ما الكنترول كده حبايبي بيقعدوا دايما يقدروني، وببقى تعبانه وكده، التقدير والله العظيم غذاء الروح. فانتوا في البيت دايما نشكر اللي بيطبخ ونقدره علشان يفضل يعمل لنا الحاجات الحلوه دي. انا عايزه اعمل حاجه، بس عايزه افتح لكم واحده من الكلاماري علشان تشوفوا بسكينه عاديه جدا، علشان تشوفوا ازاي مستوي. هاتوا ناخد واحدة اهو،
بصوا، والرز جوه، اقطع حته صغنطوطه عشان ندوقها، الحشوه جوه، الرز مستوي. طبعا احنا مش المفروض ناكله بعد ما نسيبه يبرد كده، بس انا عشان الحلقه حلوه الحاجات دي تتاكل سخنه. طعمه معسل طعمه، والرز متشرب الصوص اللي حطيناه، شفتوا اللي عملناه دي جليزنج، وسنه حراق معاه شويه ليمون، واكله اعتقد سفره يعني لو بصينا عليها مخرجنا قبل ما نقول لهم نشوفكم في حلقه جديده، سفره تعملوها باحلى عزومه، وبجد بجد تشرفكم، واولادكم هيحبوا الكور دي. تعالوا نبص كده ندوقها مع بعض، نحطها بالصوص، شايفين؟ خطيرة. وكتبة الفراخ هتمشي على فكرة. الحاجات المقلية وبالذات عليها طبقة بانيه دي تتشابه بالنكهة، فدي ممكن ان ولادنا فعلا يصدقوا الاول انها فراخ فيحبوها، بعدين تقولوا لهم انها سمك ويبتدوا يدخلوا السمك اكتر في اكلهم. حلقتنا بتفضل مقاديرها، ولينك الحلقة على الفيسبوك، اللي ما عملش لسه فولو لصفحتنا ولسه بيقول لي ألاقي وصفاتك فين وألاقي الحلقات فين، بقول له أعمل فولو لصفحتنا على الفيسبوك ماي شو تي في. أحبكم جدا، هنفضل نجدد مع بعض بحلقات وصفات كثيرة جاية لقدام.